والله الذي لا إله إلا هو إن الناصح ليتألم أشد الألم للشباب الذين دخلوا في فكر الخوارج أخبث الأفكار. كيف يقتلون حتى واحدا منهم قتل أمه المصلية الصائمة قتل أمه المسلمون في صيام ثم عند إلى جوار المسجد النبوي يأتي ويفجر في مصلين صائمين وأعمال من هذا القبيل. كيف يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة والله من كان له حظ من الإسلام ولو نزرا قليلا ولو قدرا يسيرا فإن دمه محرم ومعصوم، جاءت الشريعة بتحريمه، بل حتى لو لم يكن له في الإسلام إلا قول أسلمت أو لا إله إلا الله فإن له حرمة في دمه، وإن كان صنع قبل ذلك ما صنع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة في هذا الموقف، يقول له عليه الصلاة والسلام كيف تصنع بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهؤلاء المفتونون أصحاب هذا الفكر الخبيث ماذا يصنع هؤلاء القوم بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقد أراقوا من المسلمين بالجملة أعداد، هذه المتفجرات لا تقتل واحد، تقتل عشرات ومئات، بل قتلوهم حتى في المساجد وهم يصلون. ماذا يصنع هؤلاء بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أقوام جهلوا دين الله وجهلوا شرع الله وكانوا بمنأى بعيد عن الفقه في دين الله وفي بعد شديد عن أهل العلم والدراية بشرع الله سبحانه وتعالى.